في الحقيقة احنا جينا باش نشجعوا هؤلاء الشباب، ولكن ليس هنالك تشجيع اكبر من الكلمة الراقية التي سمعناها البارحة من السيد رئيس الجمهورية، وهو يجعل الشباب في قلب الديناميكية الوطنية التي تشهدها الجزائر. سيد رئيس الجمهورية الذي تحدث عن تسليم المشعل لشباب الجزائر، كيف لا وهذا الشباب الجزائري الذي هاته القيم الوطنية العزيزة التي يأمن بها، ونحن اليوم نمجد ونشجع واحدة من هذه القيم الوطنية اللي هي قيمة التطوع. هذه القيمة الكبيرة ربما ما يميزها ذلك الالتفاف الشعبي لأبناء هذا الحي العريق حول هذه الجمعية وحول هذه المبادرة. 6 سنوات من الانتظام كانت كفيلة بأن تجعل تقاليد عريقة في العمل التطوعي لهذه الخيمة ولهذه المبادرة. 6 سنوات من الانتظام جعلت الكثير من الناس يرتبطون عاطفيا ومناسبتيا بمناسبة كل رمضان بهذه الخيمة. نحييو الشباب الذي تطوع في هذه الخيمة ومن خلاله السيدة رئيسة الجمعية وكل الفاعلين في هذا المشروع التطوعي. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.